الجدل واللغط الكبيرين بسبب حكم مباراة فالنسيا وريال مدريد. خفافيش الظلام يا أمين لم تستطع أن تصطاد لاعبي الميرنجي، والعكس من ذلك، الريال كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق 3 نقاط ثمينة لولا صافرة الحكم التي حرمت الريال من هدف ثالث، والكرة كانت متوجهة إلى رأس اللاعب الذي سجل. بالضبط ثانية أو أقل بقليل من الثانية قبل هدف جود بيلينغهام أطلقت صافرة نهاية المباراة من طرف الحكم خيل مانزانو بطريقة أثارت الكثير من الجدل واللغط. عاود رجعنا اللقطة، شوف الحكم كيف تردد في شوف هنا كراح يصفر ثم لم يصفر ثم صفر نهاية المباراة والكرة. شوف حتى طريقة يده محمد، شوف يده كيفاش زرب عاود طلعها كي شاف الكرة رايحة، شاف إمكانية هدف زرب طلعها باش يصفر قبل أن يسجل الهدف. شوف حتى اللجنة الفنية للتحكيم في إسبانيا ساندت ريال مدريد واستغربت للنهاية الكارثية التي أنهى بها خيل مانزانو المباراة. يعني نهاية كانت أكثر من سيئة. ميدو قبل قليل قال لي أنه حتى في مباراة ريال مدريد قبل موسمين ميدو أمام مالاغا كانت حدثت نفس اللقطة، ولكن نعم 2017 حتى نادي مالاغا يومها أذكر جيدا أنه أقام الدنيا ولم يقعدها، وهذا من حقه. لذلك من حق جماهير ريال مدريد ومن حق ريال مدريد أن يستأنف ضد هذا القرار، ولأنه النتيجة احتسبت ربما على الأقل من أجل أن تنزع البطاقة الحمراء التي تلقاها نجم الفريق مانزانو. فعل نفس الشيء ضد مالاغا عام 2017 ميدو 2000 هذه صورة قصاصة الجريدة سنة 2017 هدف تعادل شرعي لمالاغا ألغاه بحجة هذا الموسم الماضي، وهو ينتقد الحكم بعد مباراة من المباريات. مباراة كانت سيئة جدا بالصدق، كل هذا لأنهم فعلوا ذلك فساد لعين. نعم لا الصورة الأخرى صورة مباراة، أعطينا الصورة الأخرى من فضلك عادل. هذه البوليميكو جول أنولادو دال مالاغا كونترا ريال مدريد ديسيديو أنولار التانتو دال كونخونتو البيتار فالتا دي بايس صبري كارفاخال، حينما صفر أولا خطأ ضد كارفاخال لم يكن هناك خطأ، وكان هو لم يصفر خطأ إنما صفر نهاية نهاية الشوط الأول. حتى في هذه المباراة كاين خطأ ضد كارفاخال، حتى في هذه المباراة مباراة ضد كارفاخال لم يصفر، ما كانش خطأ صعد اللعب. أنا الشيء اللي حيرني في ريال مدريد بعد سنوات من الخدمات الجليلة لمانزانو ضروا عليه في الفيراج من أجل لقطة، وحتى بعد ذلك منافسو ريال مدريد لم يستفيدوا من التعادل، برشلونة تعثر بتعادل وجيرونا خسر. لكن يعني تعتقد سنوات من الخدمة لمانزانو الذي والده في إسبانيا هو رئيس بينيا مدريديستا، والده اللي هو رئيس جمعية بينيا مدريديستا رابطة أنصار لريال مدريد في إسبانيا، كيفاش داروا عليهم لمجرد لقطة لأنه كان صفر والكرة في الهواء لتاني مرة ولا لتالث مرة، كان فيه مباراة ليست للمرة الأولى. أنا مع ريال مدريد في الشكل الذي طرحوا به الذي تعرض ريال مدريد تعرض إلى نزع هدف شرعي تقريبا سجله جود بيلينغهام، لكن الحكم كان صفر قبلها، ولما تشاهد حتى إيغودورو اللي كان أمام الحكم كان توقف. مشكلة مانزانو في هذه المباراة، أنا شاهدت المباراة على قناة آخر خبر ميدو إسبانية. مانزانو يحال إلى غرفة الانتظار أو يجمد نشاطه إلى حين الجولة المقبلة في قضيته. الحكم مانزانو أول خطأ ارتكبه قبل تصفير هذا التصفير كان في اللقطة، يا تترك الركنية تلعب يا لا تلعب بتاتا وتصفر. هو لما كان مودريتش راح ينفذ الركنية، أنا تابعت المباراة في قناة إسبانية، كان يتحدث معلق المباراة وقال لهم مانزانو يقول للاعبين إسلاو التيما، يعني هذه آخر لقطة سيصفر مباشرة بعدها بعد نهاية اللقطة بعد تنفيذ الركنية، يعني كواكسو سواي ريزولتا لو تسجل كيفاش دير الركنية في السماء تصفر؟ لا لما تنفذ الركنية سجلت يصفر الهدف إذا وبعدها الحارس يصفر نهاية المباراة ولا بعدها المدافع. كيف الحكم المشكل كيف الحكم مانزانو معروفة عنده 11 سنة جيل تاريخ من الأخطاء الكارثية، أول حكم في تاريخ الدوري الإسباني طرد ميسي سواريز ونيمار،
هذا الحكم. انا قلت لك سنوات من الخدمات الجليله محمد في الصوره ثم نسيان كل شيء. اصبح نجم الصفحات الاولى في اوروبا كلها، في مدريد وفي اسبانيا والان في اوروبا كلها، الان العالم كله يتحدث عن مانزانو بسبب هذا الخطا الكارثي. ولو ان البعض خرج الينا وقال بان الحكم يمتلك قوه التصفير في اي لحظه يشاء، لكن الحكام الذين تحدثوا تحدثوا عن روح القانون، حتى حكام إسبانيون منهم قالوا بأنه أخطأ خطأ منهجيا، أخطأ خطأ فاحشا عندما صفر والكرة بتلك الخطورة كان عليه يا إما أن يصفر قبل تنفيذ الركنية، يا إما أن يصفر مباشرة بعد لعب الركنية، أما أن تنتظر أن تلعب اللقطة لما راحت الكرة لبراهيم دياز كان قادر يصفر، كان قادر يصفر لما أخداها. لماذا ينتظر حتى تلعب كرة خطيرة جدا متوجهة للمرمى ويصفر الكرة في السماء؟ وزيد الأمر الثاني كان راح يصفر ثم توقف أنزل يده ثم مباشرة بسرعة فائقة الأمر الثالث صفر. الأمر الثالث سرق أكثر من 20 ثانية من الوقت الضائع. نعم. صفر يعني قبل نهاية، كان مازال بعد الهدف كان لازم يزيد على الأقل 20 ثانية من الوقت باش يصفر. هو زاد 6 دقائق وصفر في 7 لا لا نقص كيحتسبوا الوقت الضائع الحقيقي في 6 دقائق كيحتسبوا الوقت الضائع ميدو لأنه برشلونة مش ريال مدريد ماشي برشلونة. أمس الحاكم إرنونداز صفر قبل 5 ثواني من نهاية مباراة. شوف ميدو برشلونة أمام بيلبا أنه ريال مدريد برشلونة لم يكن ليفوز حتى لو أضاف له الحاكم 10 ساعات. ليش؟ لأنه برشلونة سيء هذا الموسم. نعم. إيه المشكلة يا ميدو، الإحصائيات تقول عكس ما تدعي انت يا ميدو، تقول انه ريال مدريد يتلقى خدمات تحكيميه. لا قلتش خدمات، معليش من عندك جيل مانزانو عنده تاريخ اسود، معليش وبامكانك الاطلاع على تاريخه. معليش مشكل حتى انت ميدو بامكانك الاطلاع على اخر تقرير احصائي للفرق التي حرمها الفار في الدوري الاسباني، حرمها الفار من الاهداف. ريال مدريد تعديل قوانين ماشي حرمان. ريال مدريد هو اكثر فريق حرم من أهداف بالعودة إلى الفار. برشلونة للواقع. نعم برشلونة في المركز الحادي عشر على ما أعتقد في القائمة. نعم. هل سرق مانزانو ريال مدريد في هذه المباراة؟ أكيد. بالنسبة لي أخطأ محمد. خطأه كان مؤثرا؟ خطأ تقديري محمد لم يكن مؤثر، لأن الخطأ هذا لم يكن مؤثر. كيف كان مؤثر؟ كيفش لم يكن مؤثر؟ كيف كان هذا الخطأ محمد؟ خطأ تقديري هو كان لو صفر يعني مباشرة بعد الركنية ما يكون لا هدف، ما تشوف هذا الهدف. نعم. لأن محمد هذا الخطأ، هذا الهدف اللي تسجل وثلاثة اثنين، هذا محمد مجرد خيال. لأنه هو وش كان ينتظر؟ لو تشوف لغة الجسد تاعه محمد. نعم. لغة الجسد تاعه لما صفر في النهاية دار هكذا. لماذا؟ لأنه عرف باللي راح يدخل في بوليميك ويدخل في مشكل محمد. لأنه الهدف تسجل. لأن الكرة كانت رايحة لبيلينغام، هو شاف أن البيلينغام كان وحده، دار هكذا صفر ودار عطى ظهره، هو ما شافش حتى الهدف. وعلاش ما تقولش أنه كي شاف الكرة رايحة عند بيلينغام وبيلينغام راح يسجل صفر باش ما يتحسبش الهدف؟ لا لا كانوا مدافعين فرنسي توقفوا لأنهم سمعوا. يا ميدو اسمح لي روح عاود شوف اللقطة، راح تشوف اللي يقول لك توقفوا يكذب. روح تشوف اللقطه، الحكم مش كان ينتظر شوف نعطيك تسجيل. كانت ضغوطات من لاعبي فالنسيا الذين حاولوا الالتفاف حول الحكم، كان